طب ليك عادل؟ صح فكر اذا بدنا نسمعهم تيزر فينا نختار مقطع هيك مش معروف يعني مش برا فكر. برا الجروف ايه انا فكر اول وحده فيك بس هاي فينا او فينا اخر الاخر شيء فيها جروف ما في لو ما بدنا نحرقها الاغنيه مشان بكره تسمعوها خالصه تطلع روعه لانه شيء كثير هلا رح تسمعوا ايه هاي بنسمعكم تيزر منها يا بنسمعهم بس التيزر يلي هي عاد اول شيء قلنا عن اللي هي رح تكون حنحطها قبل ما تنزل غنية بس الهيدا ايه Thank you.